مش موضوعنا هذا نحن. امين ما يعرفوش برشا غادي يوسف السراري استقال حتى قبل استقاله الاداره، كان قدم استقالته للمشرف العام، ويبدو لي حتى حكيت فيه الموضوع مع سيدنا الجويني فما مساله اداريه متعلقه بالعمل نتاعو. حتى الجامعه ابسط حاجه هذه ما حلتش المشكل المدير الاداره الوطنيه للتحكيم معناها. نهار 15 ماي تم تسميه الاداره الوطنيه للتحكيم من قبل المكتب الجامعي السابق، يعني هو من له الصفة مكتب بواصف زلي. إلى حد الآن لم تتم تسوية وضعية الناس المتسمية، إلى حد الآن ولا واحد خذا من الليم في إدارة التحكيم، خذاوش من الليم، ناس تخدم بلاش بلاش. سيد المدير اللي هو في التربية، وعندنا ناس أخرين في الوظيفة العمومية، قالك خويا نزمو نعملوا إلحاق، نظام الإلحاق، ما فماش رغبة على ما يبدو، ما تسويتش الوضعية. دونك يوسف السرايري كان عبر أكثر من مرة عن عدم رضاه، قالوا حتى الكمال يدير في استماع يعني، والكل هذا كل قال، لكن تحس ما فماش رغبة، ما فماش اهتمام كبير بقطاع التحكيم، كأنه جزيرة وحدها هاوك عليها راس، عليها ناجي زويني برا، انت مدامك هكا عندك الحكام والحكام عندهم ثقة فيك. الظروف، احنا في السيمينار بتاع ليلة بيت عمل في اخر لحظة في 90 دقيقة، ناس مطيسة في الريسبسيون، نلقاو في حلول ونلقاو في كذا، والبيوت وخذ الوتيل هذا وبرا امشي انتوما ستاف للوتيل اللي بزنبه وصعوباته، ومسكين سيد الكاتب العام يكسر في راسه باش يوفر فوندرو المو و و و و و. دونك اليوم الوضعية صعيبة جدا، احنا من واجبنا تجاه الحكام انه نقولوا ماينا اوكي، اللي راه ما هروب، اللي راه كذا، ما احنا هذا اليوم نقوص خطر صدمة، الحمد لله صارت صدمة إيجابية، ما راهي لاهي مواقفة لا على ناجي زويني ولا على يمين بركلة، والمؤسسات ستستمر. وأهم حاجة أنا نقولها وأفتخر بذلك، أنه اللي رسخناه وأنه نظفنا العقلية، والحكام انخرطوا في هذا، هذا هو المكسب اللي 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 الآخرين يضربوا عليه، فهم؟ هذا لا هذا هذا مهم يا فهم؟ أكيد أكيد. فما حاجة أخرى، اليوم أنت ما عندكش مقر كإدارة تحكيم، راه مش معقول، راه إدارة فنية عندها مقر، الناس تستمع في بيروات، البيرو اللي كنا نستمعوا فيه خذته لوديت. اليوم السؤال اللي يطرح نفسه وأنا توعد باش نقولها هو الفلوس وين؟ ما هكا هذا السؤال ولا لا؟ يقول لي اسمهم فماش فلوس، الفلوس موجودة عند الجمعيات. اليوم كمال يدير ومدام زكية والأستاذ الرحماني لازمهم يتحملوا مسؤوليتهم ويرزعوا الفلوس اللي مشيت للجمعيات، خل جامعة ما هو ما هو وديع جريك اللي يخلص، ولا الاستوانة متاع ميزانية 50 مليار 60 مليار، حتى هذيك اللي صدعوا لنا بها روسنا، وينهم الفلوس؟ يا إسلام اليوم فما واقع، الجامعة تسلف في الجمعيات، تسلفت ولا ما تسلفتش؟ الجمعيات لازم ترجع الفلوس، ما يقارب 15 مليار، رزعوا الفلوس يا خويا. علاش الجمعيات علاش الجمعيات ما تكلمهمش؟ علاش واصف الزلايل ما كلمش الجمعيات باش يرزعوا الفلوس؟ علاش توا كمال يدير ما يكلمش الجمعيات باش يرزعوا الفلوس؟ واصف الزلايل لازم نفهموا اهداف انتخابيه وقتها. ايوه اما توا كمال يدير من المنظومه الموت سي، علاش اهداف انتخابيه؟ قالك مانيش باش نترشح. لا واصف الزلايل كان باش يترشحوا ما نعرفش. اليوم اعطيونا الفلوس ورزعوا الفلوس لحسابات الجامعه، تتصور وضعي. وحاجه اخرى بالله يا اسلام، حاجه اخرى العباد ماهيش فاهمه، هي ماشي في بالها راهو 3 مليارات على اساس كل حكم باش يزيد 200 مليون. كل حكم باش يزيد 700 800 الف، قد يخلص هو الحكم راهو 3 مليون 400 في المقابله 400 دينار، وليجان 20 الف مساكن و 30 الف، راهو هذوما 3 مليار دوات باش يتوزعوا على تقريبا 850 فرد. خبالك كل واحد هو وحده هي كاميوتا باش نفرقوهم ولا ورثه باش نقسموها. ناس يقول لك ثلاثه، واللي نراه في التعليقات شيء غريب، حاله الحقد وحاله البغض وحاله الكراهيه. ما هذا بابا؟ انت كي تمشي تخدم ما تخلصش، يعطيك الصحه، احنا لا باش نخلصوا ماهيش مزيه، راهو هذه حقها الناس باش تخدم، ومن حق الناس في اداره التحكيم باش تخلص. عاملين علينا مزيه، حتى حد ما هو عامل علينا مزيه، والجمهور لازم يتحمل مسؤوليته. استكفاوا بجمعياتكم يا خويا. لا ما هو الجمعيات عندها جمهور يدافع عليها، الحكم ما عندوش. انا ندافع ونتحمل مسؤوليتي. وليد نكمل معك هاي كلمه نختم، وكان عندك رساله تحب توصلها. والله نعرف اول حاجه، نحن تو نعرفوا الجامعه التونسيه لكره القدم الوضع نتاعها مش هو، واعين بالوضع واعين بكل شيء. ما يا خويا عبرونا، اسمعونا، اقعدوا معانا نشوفوا حل للوضع. هذه زايد هذا الكل، اسمعونا لا عبرونا، خلصونا، خلصونا اهم حاجه. مش خلصوهم برك، خلصوهم واعملوا استراتيجيه نتاع تطوير حقيقي لقطاع التحكيم. خلي كامل، خلي كامل نقول لك حاجه، فما حكيم
معناه أهدروا كاس تونس من 2015 لتو ما همش خالصين في كاس تونس. فضيحة كارثة. ثم مدربين الحكام زد عندهم عامين وثلاثة سنين زد يعطيهم ألف صحة ويقفين معانا بغير فلوس. معناه برشا وسائل اللي زينا الجهوية ما يخلصوش. واضح. هاي نختم معك يعني آخر كلمة خليك كنت ما حكيتش في حاجة تحب توصلها. أنا سنقول ورسالتي للجمهور اللي قاعد الرافي تعليق متاع 3 مليارات وكذا 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 راهي ماهيش مزية. وإذا أنتم ما تقبلوا أنكم ما تخلصوش احنا لازمهم يخلصوا الناس هذية. وأنا نحترم الجمهور خاطر الجمهور يدافع فما عواطف وفما حاجات جياشة تدافع عليه وكل واحد يرى بمنظوره. أنا سنقول ندائي اليوم لهيئة التسوية وندائي لوزارة الإشراف أنه الحلول يجب أن توجد لقطاع التحكيم إذا ما أردنا حقا تطوير كرة القدم التونسية. راهو المشكلة ما هوش أنه اليوم يخلصوا يا أخويا خلصوهم اليوم وإن شاء الله إذا المشكل أنه اليوم بستحل إن شاء الله الحمد لله هذه الاستقالة حركة وقات الحلول وهذا نتمناوه. دونك المشكل ولات ما عادش فلوس, المشكل ولات مشكل آخر ما عليناش. اليوم التحكيم لازم يبقى مستقل ولازم تتوفر ميزانية وفق برنامج وفق استراتيجية. ورسالتي للجامعة التونسية لكرة القدم كلم النوادي والديون. أنا ماذا بيا الحقيقة مدام زكية اللي يظهر لي بالملف المالي أنه تعطينا كشف حقيقي لديون النوادي تجاه الجامعة التونسية لكرة القدم. قداش الجامعة تسال كل الجمعيات ما يعنيكمش هذا. لا يعنيكمش. يعنيكم فلوس. لا يعنيني. خلصوا ما يهمكمش. نكمل. أنا يعنيني أنا كناشط رياضي وكأكتيفيست يعنيني نحب نعرف في إطار الشفافية الجامعة قداسة تسيل النوادي علاش احنا الحكام ما يخلصش والجمعيات وفلوس الحكام عند الجمعيات بتسلك بها أمورها وبعد تقولي مهمكمش. لا يهمنا لا يهمكم فلوسكم يا أخويا ما يهمكمش كيف الجيبة الجامعة. لا يهمنا لا يهمنا لأن نوافق إسلام هذي شيء ما دخلكم. انتم تدافعوا على الجمعيات الحقيقة. لا ما تدافعوا على الجمعيات. هذه فلوس لازمها تتوفر. هو توا أهم حاجة هو إزم الهيئة التسويرية تلقى الحل مع وزارة الشباب والرياضة. وأنا نوافق مادي حتى الدولة إزمها تتدخل في موضوع ذا ولا موضوع صحيح. شأن عام ما عادش شأن خاص. دونك إن شاء الله يلقاو الحلول وإن شاء الله معناتها نفهم من كلامكم أنتم توا قدمتوا استقالة لكن تقعدوا تقوموا بالتعيينات. لا احنا يا سي خلي تفهم الناس يا سي مازن خاطر ما عادش مش الفراغ اللي يحكي عليه. ما فماش فراغ. هذا الحاجة الباهية. لا خوف على الفراغ. وأنا نتمنى يحكي على حقوق الجمعية. نتمنى وأنا نداء باش نعطي السي كمال يدير نحترمه برشا ونحبه برشا وإنسان معناتها ما شاء الله عليه الناس كل تحبه برشا. إن شاء الله السي كمال يدير ما يسلمش مش مجاملة في نجي جويني. ما يسلمش في نجي جويني لأن نجي جويني قلق برشا عباد وقلق برشا الناس وقلق المنظومة القديمة اللي مازالت عندها إيدين باقي موجودة. إن شاء الله سي كمال يدير يسمع النداء هذايا ويستدعى سي نجي جويني يقعد معه ويلقاو حل باش نقعدوا ديما الكورة متاعنا ما تتمسش. باهي وليد نختم معك حاب تطلب باش نعمل ريكاب علاش نحن كحكام نخبة جينا لهوني. يعطيك الصحة على الاستضافة. أول حاجة مستحقات الحكام من 2015 تاع كاس تونس, مستحقات تاع عامين, مستحقات الحكام الشبان, توفير ملاعب وحجرات ملابس للتدريب, توفير تجهيزات رياضية, توفير سماعات, حماية الحكم وظروف التنقل والإقامة كارثة في المباريات. في المباريات توفير بدلات رياضية. انت لنا نحن كحكام نخبة كل واحد تاني على روح. انت جيب توني احمر ديك توني اصفر حسيله الوضع ما يليقش بحكم 2024. نحن اللوم مش بينا ما عندناش حكام في كاس العالم ولا في كذا, هو في بلاده مش لاقي الظروف اللي باش يتحسن ويتطور من روحه باش المقابلات. مراقب هذا في الصيف عملوا كوليكت. نحن كرابيت تونس كوليكت باش تشريو التجهيزات الرياضيه. نحن كرابيت تونس والله كل واحد فينا كل واحد اعطاه فلوس وشينا ماتريال بقيمه 1000 دينار او كموجودين وندربوا. صحيح مغرومين صحيح نحبوا نقدموا نحبوا نطوروا مي الوضع العام يخليكش تقدم جمله. سكتنا قبل تويك مش باش نسكتوا. واضح. وبالنسبه للجامعه التونسيه لكره القدم كان مش باش توفرونا وتعيطونا ونقعدوا نحكيوا مرحبا ما كانش انا مقاطعين البطوله الى حين يبدو لي فما وقفه قدام الوزاره اليوم
ولا مازال ما فما حد شيء رسمي قاعدين في الكواليس في الكواليس قاعدين نخطوا في مازال مش في حاجه مازال مش متضمنين بنسبه 90% خاطر كاين قريتها في جروب من الجروبات فما وقفه قدام مازال فما حد شيء رسمي الستاتيو نتاع نعيم حسني اللي هو حكم دولي توجه حسب الرساله رئيس الجمهوريه يوسف بعلي محرز المالكي الحكام الدوليين الكل والمساعدين تضامنوا معنا يعطيهم الصحه ونشكر زيادة الحكام الشبان اللي عندهم 3 و4 سنين هما ياخذوا في 10,000 و20,000 وزيد ما همش خالصين. تصورها يزفر ايكول مينيم كادي جينيور وانت تعرف اسلام كنت حكمها معانا وتعرف وياك كسكروت وزيد ما يخلصش يقعد عامين ما يخلصش تو حكام النقبه يقولوا يخدموا ما يخدموا على حساب عائلتهم فلوس انت وتويك شوف الدنيا غليت يا خويا اسلام ما عادش ديبلاسمون ب 30 و 40 دينار ولا اقل ديبلاسمون تو ب 70 و 80 دينار ساعات الحكم في الجامعة في الشهر يعمل 3 و4 مقابلات هذا كله على حساب عائلته ومصروف صغاره